أغرب فتوى سمعتها السنة دي في رمضان؟ المسلسلات، الناس بتتفرج على المسلسلات وطبعا بيظهر فيها مظاهر غير لائقة، فهي بيقولوا عن عليها حرام. إن الروج لما بيتحط بيفطر. إن الروج حرام في رمضان. الحلال مبين والحرام مبين. ولبس الضيق برضو حرام. سمعنا إن المسلسلات مشاهدتها حلال بالتبرج اللي هم بيعملوه ده. سمعت عن حملة غطي بنتك عشان نعرف نصوم. والله العظيم لسه قاري عنها، غطي بنتك عشان نعرف نصوم. ما اعرفش ليه غطي بنتك يعني، طب ما انت ما تصوم انت وما تبصش يعني. الموضوع لو حد استخدم الشطافه طبعا، هو ده الموضوع كان طالع ضحك مش اكتر. ما انا ما اتوقعش ان دي فتوى، ما اتوقعش ان في حد اتكلم في الموضوع ده. فتوى طالعه من مرصد الازهر للافتاء. متاكد من الموضوع ده؟ انا كنت شفتها كضحك على الفيسبوك مش اكتر. اما هو دي لو فتوى طالعه من، هو اصل الموضوع ان الحاجات دي معموله للطهاره بس، ما فيش حد بيدخل ميه جوه جسمه. يعني انا متوقع عشان في حد ممكن بيعمل كده. الشيخ بيقول لك لو انت بتستنجف في الحمام وضغط المايه وشفاط شديد، يقول لك لو ضغط المايه شديد يبقى حرام. ايه يعني ايه الحرام يعني؟ اتفرج على المسلسلات والاغاني حرام، كل ده بيفطر. شرب السجاير ما يفطرش، دي حاجه زي ما فطرش يعني، وهي طول عمرنا والدين بيقول ان هي حرام اصلا شرعا. فتوى زي مثلا خناقه بين اتنين ستات مثلا في الشارع، هل انت مثلا ينفع ان انت تخش بينهم؟ طب هل لو خشت بينهم اللمس للست ده هل هو مثلا يعتبر حاجه مفطره ولا لا؟ هو مثلا عن الصيام عاده فرعونيه او كده، الكلام ده مش صح طبعا، لان الصيام مذكور في القران وده يعني عباده او ركن من اركان الاسلام، فده الكلام ده مش صح خالص. المسلسلات طبعا اللي احنا بنشوفها في رمضان كل سنه والكلام ده، ان هي بتبقى في فتوى طلعت من حد، بس ده مش مصدر ثقه او حاجه او حد قال ان الكلام ده حرام. وانا شايف ان هو حرام، بس انا شايف ان هو مش صح. اللي بيخش الحمام يشطف بشطاف كتير او كده، فبقولك يعني بيبقى في سوء ان هو يبقى فاطر، لان الماء بتخش جوه البطن، فحاجات غريبه بتحصل في البلد. وفي فتوى لسه سمعها من فتره يعني، حاجه بسيطه، بيقولوا ان السجاير اللي يشربها في رمضان ما يفطرش. طبعا دي اغرب فتوى سمعتها يعني. شطفت الحمام بتفطر؟ لو اتفرجت على مسلسلات في نهار رمضان حرام، ولو سمعت اغاني ما تشمش ريحه الجنه، وفي كمان بيقول لك اللي مش عارف ليه لو شطافه جامده ممكن تفطرك، او ليه الميه بتخش جوه الجسم وده ما ينفعش. فانا مش واغرب فتوى بقى سمعتها اللي هو واحد بيشرب جنبي سجاير والدخان يجي عليا، فاقول له طب كفايه هفطر يعني، يقول لي لا يعني هو انت ما تعدي من جنب محل كفته وتشم دخان الكفته تبقى انت كده فطرت كفته؟ اقول له لا يعني، بيقول لي خلاص بس كده ما تفطرش. فانا مش عارف يعني الفتاوي دي يعني هنخلص منها امتى بصراحه. انت شايف الازهر والمؤسسات الدينيه قايمه بدورها؟ طبعا ده مؤسسات قائمه ومؤسسات توجيهيه، مؤسسات بتحفظ الدين. هو الازهر يعني فوق النظر الشخصيه يعني بيحاول قدر المستطاع يعني، على الاقل الناس اللي شفتهم وقابلتهم من الازهر بيحاولوا قدر المستطاع ان هم يساعدوا الناس في الفتاوي، في صلاه الجمعه، في لما بيقابلوا الناس ويشوفوهم بينصحوهم يعني في موضوع الفتاوي دي وغيرها. فانا شايف ان على الصعيد الفردي هم قايمين بدورهم، على الصعيد بقى يعني الازهر كاورجنايزيشن يعني ممكن يحاولوا يوعوا الناس اكتر. كون في ناس عايشين بقى بالمستوى ده مشكلتهم هم، المفروض هم يرقوا من نفسهم ويتحولوا لانسان احسن من كده. والرسول لما جه عشان يرقم البني ادم يعني، صح؟ مش بيعالج مواقف اللي هو انت تغطي وانت يعني كده، ثم ربنا امر بغض البصر يعني، صح؟ ده لو انت هتموت لو هي في حاجه جباين منها يعني. هو الناس كلها بقت شايفه ان انا اقدر في اي وقت اطلع اتكلم اقول ان ده حلال ده حرام، والناس كلها مطالبه ان هي تسمعني وتمشي ورايا، ده مش مظبوط. تعملي حاجه من الحاجات دي طيب؟ صراحه اتفرج على كل حاجه وبعمل كل حاجه في رمضان يعني. الحمد لله. وبصلي وبعمل كل حاجه الحمد لله، وبحط روش في رمضان عادي برضه.